توجيه لهجن الشحنية سالم بن فاران المري. 9:30:49 من الثانية. تهانينا والمبروك. التواصل مستمر. بطي بن محمد الزعبي يوافيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. انطلق من قبل اللحظات شوطنا 12 المخصص لسن الأجداع ولفئة القعدان. المسافة هي 6 كيلومترات، ومن ضمن انطلاقات هذا المهرجان السنوي الكبير، المهرجان الغالي والمحبب لدى المشاركين والجماهير الحاضرة والمتابعة والمرتقبة لهذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه وأسكنه الله في سيح جناته. نبدأ بداية إلى المشهر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني حسين بن محمد السفران، يتابع في عملية التضمير، بينما المركز الثاني يتابع هنالك الحاضر الرابق لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني وسعيد بن حمد الزرعي، يتابع لنا انطلاقة رابق مع المركز الثالث، بينما نسير وإياكم ونتابع هذه الإطلالة من قبل مذهل لهجن الشحانية وسالم بن فاران، يتابع لنا انطلاقة مذهل من يسير نحو المركز الثالث ويتقدم إلى هنالك هذه المقدمة الحاضرة والمتواجدة، بينما المركز الرابع أتابع هنالك الانطلاقة من قبل عفجان لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عطية، من يتابع لنا عفجان من يصل ليعبر عن إمكانياته وقوة هذا الشعار المندفع والحاضر والمتواجد مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصل في هذه الأثناء وانطلق وأتى هنا مع المركز الخامس ليتقدم سياف لهجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يتابع لنا تحركات سياف. هكذا هو ندانا الأول لهذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة والباحثة عن الناموس والانتصار في هذا المهرجان الكبير، حيث التواجد من قبل شعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. أبدأ بداية هنالك في هذه الأثناء للمرة الثانية، وما زال المشهر القائد لهذه المسيرة المتحكم بقبضة الصدارة المتبوئ للمركز الأول، يتقدم هنالك المشهر القائد للواء هذه الصدارة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني حسين بن محمد السفران، يتابع بينما سرعان ما تدخلت الأسماء واختلط الحابل بالنابل وانطلق سيافة، وصل بهجن الشحانية وبمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل يدفع لنا بسيافة. من أتى في هذه الأثناء المركز الثالث وتابع محماس لهجن الشحانية البرنس، كذلك متابعا لتحركات محماس. أما المركز الرابع فهنالك مذهل لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، يتابع لنا تحركات هجن الشحانية الآتية في هذه الأثناء المنطلقة في هذه اللحظات. أما المركز الخامس فتدخل لأول نداء فلج لهجن الشحانية والصامل فاران بن محمد بن قريعة، هكذا للمرة الثالثة، وبدأ الإبداع وبدأ الإمتاع في هذه الأثناء ومن هذه اللحظة، حيث التدخل الكبير من قبل الحاضر فلج من أتى في هذه اللحظات ليقود هذا الموكب المهيب، فانطلق معبرا عن القيادة والريادة والسيادة ليتسيد هذا الموقف لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع.
يتابع لنا تحركات فلج، بينما المركز الثاني أتابع التحرك من قبل سياف لهجن الشحانية، وجار الله بن محمد بن عقيل يتابع لنا تحركات سياف، وكذلك انطلاقة محماس لهجن الشحانية متابعا لهذه الأسمين المنطلقة والحاضرة، بينما سرعان ما تدخل مذهل لهجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران يتابع لنا تحركات مذهل، بينما المركز الخامس الخماسية لهجن الشحانية الأدعم القالي يطمن الجماهير والمحبين والعاشقين لهذه المؤسسة بأنه حاضر بكل قوة بإذن الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. انطلق سياف لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع الصامل يدفع لنا كذلك بسياف، ويقود هذا المسار بتحركات فلج لهجن الشحانية، والصامل بن قريع يتابع لنا تحركات فلج، بينما أتانا في هذه اللحظات وانطلق مذهل بهذا الشكل المذهل وبهذا الأداء المذهل وبهذا التحرك الكبير لهجن الشحانية. إنه الذهبي سالم بن فاران أحد المضمرين التاريخيين الذين عاصروا هذا المجال بكل قوة بكل إنجازات لا تحصى ولا تعد. فالذهبي حاضر مع المركز الثاني، المركز الثالث سياف لهجن الشحانية، وجار الله بن محمد بن عقيل يتابع لنا تحركات سياف، وكذلك المركز الرابع انطلق هنالك سياف لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع يتابع لنا تحركات سياف، وانطلق هنالك محماس لهجن الشحانية، والبرنس يتابع لنا هذه الانطلاقة. شكرا أيها المضمرون العمالقة لمتابعة هذه المؤسسة الكبيرة والرائعة، من تبدع وتمتع وتتميز في هذا المسار وفي هذه الفترة الصباحية، والجماهير يتابعون هذه الانطلاقة عن قرب. استمتعوا أيها المحبين، الكيلومتر الأخير احتكارية لهجن الشحانية، وانطلاقة كبيرة في هذه اللحظات من قبل سياف لهجن الشحانية. البرنس بدأ يتقدم في هذه الأثناء، بدأ يتألق في هذه اللحظات بانطلاقة سياف لهجن الشحانية، بينما مذهل يتحرك في هذه الأثناء لهجن الشحانية، وسالم بن فاران يتابع لنا تحركات مذهل، بينما أتى سياف لهجن الشحانية باختلاف المضمرين، بينما هي مؤسسة هجن الشحانية الأدعم القالي يطمن الجماهير والمحبين. امتاع وإبداع وتألق من قبل هجن الشحانية، تحرك سياف وسرح بهذا الأداء الكبير بالكادر الأول بالجماهير والمحبين. يتألق هنا البرنس بن عقيل في هذا الشوط وفي هذه الفترة الصباحية بانطلاقة سياف، بتحركات هجن الشحانية، بانطلاقة وتحرك من هيمن وفرض هيبة هذا الشعار، وانطلاقة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل بهذا الأداء الكبير بهذا العرض المتميز. أسعد الله صباحك أيها البرنس على هذه القيادة الكبيرة، وبتحركات سياف يحقق الفوز والانتصار لهجن الشحانية. البرنس من تابع في عملية التضمير. المركز الثاني، المركز الثاني سياف لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع. المركز الثالث، المركز الثالث وصل فلج لهجن الشحانية فاران بن محمد بن المركز الثالث فلج لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع. المركز الرابع شواف لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. أما المركز الخامس وصل مذهل لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري. الهجن طارد
هكذا متابعينا في كل مكان تابعنا وإياكم هذا الشوط، فحضرت هجن الشحانية في آخر الأمتار لتقدم العروض الكبيرة، فأتى سياف ليكون هو البطل المتوج بناموس هذا الشوط. وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من تابع لنا سياف ليحقق هذا الفوز وهذا الانتصار. التوقيت الزمني 9:32 67 جزءا من الثانية. تانينا لهجن الشحانية ولك أيها البرنس من تابع لنا سياف ليحقق هذا الفوز وهذا الانتصار. أما المركز الثاني سياف لهجن الشحانية فرام بن محمد بن قريعة. التوقيت الزمني 9:35 41 جزءا من الثانية. تانينا على هذا الفوز والناموس. المركز الثالث وصل مع المركز الثالث فلج لهجن الشحانية وفرام بن محمد بن قريعة. التوقيت الزمني 9:36:25 جزءا من الثانية.